أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أفلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني، احتلال ومقال خاص حول احتلال العراق، حيث ما زالت تداعياته متواصلة رغم مرور 19 عاما، وأيضا المقاومة العراقية كانت أسرع مقاومة في التاريخ. ففي مفارقة بين مشهدين يعكس المأزق الأمريكي الذي كانت تعيشه في بغداد وفي العراق بكامله، حيث أوهمت قوات الاحتلال العالم بأنها انتصرت في عدوانها على العراق بلسان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، الذي أعلن في الأول من شهر أيار من عام 2003 من على البارجة الأمريكية إبراهام لينكولن انتهاء الحرب وانتصار بلاده فيها، ولم يدر بخلده انطلاق المقاومة العراقية ضد قوات بلاده، حيث سجلت حضورها وفعلها بالميدان بمقتل أول جندي أمريكي في جنوب العراق في العاشر من نيسان، مسجلة أسرع مقاومة في تاريخ الحديث التي أفشلت المشروع الأمريكي وأجبرت معظم قواته على الانسحاب من العراق. عندما نستعيد ذكريات ومجريات الحرب على العراق بعد مرور 19 عاماً على وقوعها، فإننا نتوقف عند نتائج الغزو الأمريكي للعراق وأسبابه، وماذا حقق للعراقيين بعد هذه السنين، وعملية الخداع وتضليل الرأي العام التي استخدمته الإدارتان الأمريكية والبريطانية بأن العراق يمتلك أسلحة محظورة ويهدد السلم والأمن الدولي. إن الإجابة على ذلك تكمن بتصدر العراقي لقائمة الدول الفاشلة التي ينخر جسدها الفساد والطائفية، وضع العراق على طريق الفوضى، ولم يحقق الاحتلال للعراقيين ما روج له من أمن واستقرار، ولم يتحول إلى واحة للحرية والديمقراطية والازدهار، كما أوهم العراقيون الذين ثاروا على النظام السياسي ونظام المحاصصة الطائفية في انتفاضة متواصلة. وعندما نستذكر تلك الوقائع التي أدخلت العراق والمنطقة في الفوضى وعدم الاستقرار منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، نشير إلى النوايا المسبقة للإدارتين الأمريكية والبريطانية لغزو العراق بمزاعم أثبتت الوقائع التي أعقبت الحرب بطلانها وعدم صحتها. وما يؤكد بطلان مبررات حرب الصدمة والترويع شهادة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جورج تنت في كتابه في قلب العاصفة الذي فند مبررات الحرب، وأكد أن غزو العراق كان قراراً متخذاً قبل ذلك. من صحيفة القدس العربي نقرأ مقالاً للكاتبة هيفاء زنجنة، جاء فيه: كم من العلماء والأكاديميين وعموم المثقفين أجبروا على الرحيل من العراق؟ على مدى العقود يجبر على الرحيل إما قمعاً أو إهانة وإهمالاً أو لتلقيه طلقة في ظروف تستهدف حياته. في كل حقبة ينتزع من جسد الوطن عقل، ومحظوظ من بقي حياً تحت سياط القمع والغزو وتصفية الاحتلال في المنفأ الذي غالباً ما يمتد ليشمل سنوات العمر كله، إما أن تتاح للمنفي فرصة أو فرصة أن يترعرع ويزدهر في البلد الثاني، أو يذوي بعيداً عن منبعه يدفن في أرض غريبة ملتفاً بوجع القلب حنيناً إلى بلده. كم من العقول العراقية ترجلت من قطار الحياة في محطات الشتات. قائمة الأسماء طويلة لخسارة كبيرة كأشخاص وثروة وطنية. أليس الإنسان هو أغلى رأس مال؟ فكيف به إذا كان عقلاً منتجاً للمعرفة؟ آخر الراحلين العراقيين في الشتات هو الأكاديمي منذر نعمان العظمي المتخصص في حقل تعليم الرياضيات استناداً إلى علم النفس المعرفي والإبستيمولوجيا وعلم النفس الاجتماعي. رحل وهو يعمل آخر أيامه مع أساتذة من جنوب إفريقيا لتطوير فهم وتعليم الرياضيات هناك، استمراراً لما قام به طوال حياته في مجال الرياضيات وتطوير الذكاء. في رثائه كتبت البروفيسور مارغريت براون رئيسة جامعة كينغز كوليدج للتعليم بجامعة لندن لصحيفة غارديان البريطانية: كان زميلي وصديقي منذر الأعظم رائداً في مجال تعليم الرياضيات وناشطاً سياسياً، ركز على دعم المدرسين وحثهم على تنمية قدرة التلاميذ على التفكير
وإعداد الدروس التي تشجع على المشاركة النشطة في التفكير الرياضي لجميع الأطفال وتطوير الذكاء. كان منذر ناشطاً فكرياً يحاول بلا كلل فهم العالم وينخرط في نشاطات لتحسينه سواء في التعليم أو السياسة. لقد كان سخياً بوقته وتعاونه مع الآخرين، وكانت شراكته في العمل محفزة دائماً وإن كانت مرهقة في بعض الأحيان. وكان منذر قد عمل مع البروفيسور براون في الثمانينيات وحتى 1993 في برنامج التقييم المتدرج في الرياضيات الذي أصدر 11 مجلداً يجمع بين النظرية والتطبيق. وكان الباحث الرئيسي لبرنامج التسريع الفكري عبر الرياضيات الذي أصدر مجلدات تعليمية اعتمدت رسمياً من قبل وزارة التربية البريطانية. يقول الكاتب علي حسين: أحاديث كثيرة تدور بين الناس عن الأزمة التي تمر بها البلاد. البعض من القراء والمتابعين يعتقدون أن ما يكتب وينشر لا يلقى صدى لدى السياسيين أصحاب الحل والربط. والبعض الآخر يرى أن العلة ليست في الحكام، وإنما في الشعب الذي يصر دوماً على الانقياد لأهواء ورغبات الحاكم. يدرك المواطن جيداً أن السياسي لا يتذكر سوى نفسه، ويضرب حوله سياجاً دائرياً من الحرس والعيون، ولا يترك ثغرة في هذا الجدار العازل تدخل منها آراء الناس ومشاكلهم. ما معنى أن يدفعنا السياسيون في كل يوم نحو وطن لا يحده سوى اليأس والخراب؟ هل يدركون مدى اتساع القوة بينهم وبين الناس، بين من يملكون كل شيء والذين لم يعد لهم الحلم أو حتى الأمل؟ اليوم نعيش جميعاً وسط أكوام الضياع والصحراء القهر والغبن وتحت سماء تتسع باضطراد من بطالة وخوف وموت مجاني. ليس أمام الغالبية من سيئي الحظ سوى الوقوع في حماقة الرسائل الطائفية التي تصر على أن المشكلة في العراق هي طائفية وليست لصوصية. وقد كتب أحدهم ينتقد إغلاق الكرادة أمنياً وترك المنصور، فالأمر كما يعتقد جنابه هو محاصرة الشيعة من قبل وزارة الدفاع السنية. تخيل أن البعض يكتب أن الاحتجاجات في 2019 التي اندلعت في العراق كانت في الرصافة فقط، ورافقها حسب قوله هدوء في الكرخ وأن غايتها كانت طائفية. ويكمل جنابه أن الأمر لا يتعلق بالفساد وإنما بالرسائل الطائفية التي تحملها الاحتجاجات حسب قوله. يقول فؤاد زكريا: نعيش اليوم في أحدث نموذج لمجتمعات الحمقى والمغفلين الذي لبس فيه السياسيون بدلات الجنرالات ودخنوا سيجارهم الكوبي في الوقت الذي أقاموا فيه حروب الكلمات وشيدوا جمهورية الشعارات وصنعوا ماكينة فرمت لحم الجماهير المغلوبة على أمرها لتصنع منه عجينة لينة لكرسي الحكم. المواطن يشعر في كل صباح أنه وسط حلبة مصارعة يتلقى فيها الضربة تلو الأخرى دون أن يلوح في الأفق أي تغيير في ميزان القوى لصالحه. عن فلسطين واحتمالات الحرب كتب منير شفيق مقالاً نشره موقع عربي 21، جاء فيه: مع مطلع شهر رمضان المبارك عام 2022 حدثت تطورات وأخرى متوقعة الحدوث، رفعتا من احتمال اندلاع حرب جديدة في فلسطين إلى مستوى عال جدا. التطورات الناجمة من العمليات الأربع: بئر السبع، الخضيرة، وبني براك، وتل أبيب، شارع دوزينغوف، أدت إلى انتقال ظاهرة العمليات العسكرية الفردية إلى مستوى أعلى أداء وفعالية ونتاجا أيضا. والأهم من ذلك، أدت إلى وضع المقاومة المسلحة مرة أخرى وبعد غياب بالضفة الغربية، أدت إلى وضعها على أجندة العمل، مما يشير إلى انتقال مركز الثقل في المواجهة إلى الضفة الغربية والقدس، ذلك بعد أن رزحت الضفة الغربية منذ عام 2007 تحت حراب قوات التنسيق الأمني الفلسطينية وبطشها، لا ضد المقاومة المسلحة فحسب، بل ضد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة قوات الاحتلال والاستيطان. تكرار ما حدث في عام 2002 من ناحية الاستفراد بالمخيم وسحقه لن يتكرر بسبب ما يعلن من تدخل للمقاومة في قطاع غزة، أي عدم السماح بإحداث مجزرة بعد معركة بطولية في المخيم ضمن الظرف الراهن. فمعادلة موازين القوى بعد حرب سيف القدس التي وسعت قواعد الاشتباك من قطاع غزة لتشمل القدس والمسجد الأقصى، فكيف يمكن ألا توسع مرة أخرى لتشمل مخيم جنين؟
لا سيما بعدما تركته العمليات الأربع وفشل اقتحام المخيم من ردود فعل شعبية لم يسبق لها مثيل. هذا يعني أن احتمال اندلاع الحرب سيف القدس 2 أصبح عالياً جداً، ولا يمنعه إلا التراجع عن اقتحام مخيم جنين وابتلاع العدو لقواعد اشتباك جديدة في الضفة الغربية. وهذا بالنسبة للقيادة الصهيونية العسكرية الأمنية السياسية بمثابة تجرع السم. أما التطورات المتوقعة التي تحمل بدورها إمكان ارتفاع احتمال الحرب إلى المستوى الأعلى كما في حالة شن الحرب على مخيم جنين، فتتمثل باحتمال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى لممارسة أعيادهم في باحته هذا العام، ويتوعدون بأن يمارسوا طقوس الذبح على أرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هذا التطور يشكل خطراً لم يسبق له مثيل من حيث انتهاكات المسجد الأقصى والعمل على تهويده تقسيماً أو أمراً واقعاً وصولاً إلى إحلال الهيكل المزعوم مكانه أو على أرضه. لهذا فإن قرار جماهير القدس والضفة الغربية ومناطق 48 هو الاعتكاف في المسجد الأقصى منذ العاشر من رمضان استعداداً لمواجهة الاقتحامات التي يعد لها منذ 15 من نيسان أبريل. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً للصحفي روجر كوهين قال فيه إن امرأة مسلمة ترتدي حجاباً واجهت المرشحة الرئاسية الفرنسية اليمينية المتطرفة التي تدعو لحظر الحجاب مارين لوبان، وسألتها عن العلاقة بين الحجاب والسياسة. وكانت لوبان هي قومية ذات أجندة مناهضة للهجرة قد تعهدت بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إذا تم انتخابها في الجولة الثانية من التصويت يوم الأحد المقبل، وتقول إنه زي إسلامي أو علامة على التمسك بتفسير متطرف مناهض للغرب. المرأة التي جادلت مع لوبان لم تتفق مع هذا، وقالت إن اختيارها لارتداء غطاء الرأس جاءت عندما كانت امرأة كبيرة في السن كعلامة على كونها جدة. أصرت لوبان على أنه في العديد من الأحياء الفرنسية يتم الفصل والعزل والحكم على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. وفي الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية يعتبر الحجاب مهماً، حيث أن علاقة فرنسا بالإسلام مضطربة بسبب تاريخها الاستعماري في الجزائر. وفي الوقت الذي تواجه فيه لوبان والرئيس إيمانويل ماكرون بعضهما البعض في سباق هامشه ضيق، برزت الحرية الدينية خاصة بالنسبة للمسلمين الذين يشكلون حوالي 8% من السكان كقضية محورية. ماكرون الذي وصف خطة لوبان بأنها مشروع متطرف أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة بشكل أساسي من خلال التشريع المصمم لمكافحة ما يسميه الانفصالية الإسلامية، وتم استخدام هذا القانون الذي تم إقراره العام الماضي لإغلاق بعض المساجد والجمعيات الإسلامية المتهمة بتشجيع التطرف، وقد صمم جزئياً لجذب ناخبي اليمين إلى معسكره الوسطي. كان هذا مثالاً آخر على ماكرون الذي نادراً ما خاض حملته الانتخابية قبل الجولة الأولى من التصويت في العاشر من نيسان أبريل لتعديل رسالته لمناشدة كتل الناخبين الذين شعروا بخيانته لهم على مدى السنوات الخمس الماضية المجتمع المسلم واليسار. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً للكاتب ديفيد إغناتيوس قال فيه إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يخوضون سباقاً مع الزمن لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة الكافية لوقف هجوم الموجة الثانية الضاري الذي شنته روسيا يوم الثلاثاء ضد الجزء الشرقي من البلاد. القادة العسكريون الأمريكيون يعتقدون أن الأسبوعين أو الأربعة أسابيع القادمة ستكون حاسمة إذا لم يتمكن الروس من التغلب على القوات الأوكرانية في الشرق، فسوف يتبع ذلك مأزق دموي طويل وتؤدي العقوبات إلى إعاقة الاقتصاد الروسي والخسائر المتزايدة إلى إضعاف معنوياتها. ونقل الكاتب عن أحد كبار مسؤولي الدفاع الذي وصف الاندفاع لتوفير الأسلحة قوله إنه في الوقت الحالي مهمتنا هي الحفاظ على تدفق الأسلحة والذخيرة. إذا فعلنا ذلك فإن الأوكرانيين سيواصلون القتال، لن يرفعوا أيديهم ويستسلموا. وأضاف أنه مع بدء الجولة الثانية يبدو أن روسيا تحاول القيام بحركة كماشة كلاسيكية لسحق القوات الأوكرانية في الشرق. فالهجوم الروسي سوف يدفع غرباً من منطقة دونباس، ولكن أيضاً جنوباً من منطقة خاركيف والشمال من الساحل بالقرب من ماريوبول.
يعتقد محللون أمريكيون أن الهدف هو القضاء على الجيش الأوكراني في هذا الجيب الشرقي، وأضاف أن الروس يتفوقون في كل جانب في هذه المعركة إلى جانب واحد، فهم لا يقاتلون على أرضهم، معلقاً أن الأوكرانيين أظهروا قدرة على شن دفاع شجاع ومنضبط ضد قوة روسية أقوى عدداً، كما فعلوا في صد الهجمة الروسية على العاصمة كييف الشهر الماضي. في مدينة غريان شمال غرب ليبيا تنتشر تجويفات حفرت بطريقة بدائية داخل سفح الجبل، يطلق عليها بيوت الحفر أو الداموس، وهي تحف معمارية تاريخية مهجورة بمعظمها، يأمل السكان في أن تساهم السياحة في إحيائها. وقال العربي بالحاج الذي يملك أحد أقدم المنازل في المدينة التي تضم سكاناً من العرب والأمازيغ في جنوب العاصمة طرابلس، قال إن أحد أسلافه قبل 5 أجيال حفر هذه الأرض قبل 355 سنة. وتوجد في هذا الموقع 8 حجرات وفناء واسع ونظام للمياه وتصريفها، وقد يخيل للزائر أن المكان أشبه بقصر ملكي شيد على يد مئات المهندسين والعمال، وليس بناء حفره بضعة أشخاص بأدوات بسيطة. وتتم عمليات الحفر في مرحلتها الأولى باختيار تركيب صخري يكون بمثابة السقف، لتليها أعمال حفر في أسفل التركيب الصخري، ثم طلاء الحائط والسقف بالجبس أو الطين لمنع تفتت الصخور أو تساقطها. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. وإلى لقاء جديد في صدى أقلام جديد، دمتم برعاية الله.